في العرب اليوم تتابعون. في يوم النصر الرئيس الروسي يجدد مطالبه بضمانة أمنية غربية ويؤكد أن حربه على أوكرانيا هي لضمان أمن موسكو. الاتحاد الأوروبي يؤكد قرب بحثه طلب أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه. والأمم المتحدة تحذر من حاجة 9 ملايين طفل سوري لمساعدات إنسانية عاجلة. تتابعون العربي اليوم في الساعة 5 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت القدس. أيضا تتابعوننا على موقعنا على اليوتيوب.